منذ اليوم الأول ومهرجان الشارقة السينمائي الدولي للأطفال والشباب في دورته التاسعة يشهد حضورا لافتا من قبل طلبة المدارس على مختلف المواقع التي تقدم عروضا سينمائية متنوعة، من بينها ما يقدم في مركز الجواهر للمناسبات والمؤتمرات الذي نرصد أجواء في التقرير التالي. رحلة مدرسية ممتعة ومسارات خاصة لاستقبال طلبة المدارس، تلك هي أجواء مهرجان الشارقة السينمائي الدولي للأطفال والشباب، وجهة لطالما كانت ساحرة في عيونهم، فلا أجمل من أن يروا عوالم السينما والفن الملهمة. اليوم مدرستنا قررت تودينا رحلة لمهرجان الشارقة السينمائي، والصراحة المكان وايد مرتب وجميل، شاهدنا أفلام. سوف نذهب الآن إلى الورش نرسم ونصور وكيف نسوي الأفلام. مشاهد تؤكد دور الشارقة وإيمانها بتعليم الطفل، هذا ما رصدناه في زوايا المهرجان حتى مع الورش، فبدورها لم تخلو من الترفيه والفائدة والتعلم. والأجمل من كل هذا أن المهرجان جاء بكل الخدمات المقدمة في صالات السينما. المكان وايد حلو ومرتب، وفي أشياء وايد حلوة بيستفيد منها كل طفل. دخلنا السينما ودخلنا الورشة وتعلمنا كيف نصور وتعلمنا كيف نرسم. الرحلة أنا أبغي أعيدها لأنها ممتازة ورائعة وحلوة. فعاليات مهرجان الشارقة السينمائي الدولي للأطفال والشباب مستمرة حتى 15 من أكتوبر الجاري، فهي فرصة تفتح عبرها أبواب المعارف والعلوم أمام الأطفال، بحيث تقربهم أكثر من أسرار الفن السابع وأبعاده. إذن بكل ما يقدمه مهرجان الشارقة السينمائي الدولي للأطفال والشباب يسعى ليكون الجيل الجديد قادراً على صناعة سينما عربية تواكب أحلامه وتطلعاته. لأخبار الدار ريم عيسى.